السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلين أبو محمد. خبرني يا أبو فارس، تأكدت لك يا مختار من واحد صاحبي بيشتغل بالداخلية إنه الجماعة صاروا بسجن القلعة. أنت بتأكد؟ لا يا مختار، لا حمل لك اللي نقل لي الخبرية واحد صاحبي. هيك لكان. يلا طريق حسان، الله لا ينفعه شو عامل فيه؟ حمد شو هاد؟ لا ما رفعنا عليه. فضوا يا لقد رفعك لي. الله عطاك. الله مرزوق في الله. لا اله الا الله. عصام عصام، فيك شي لك ابني؟ مهزوك شي؟ ولك احكي لك ابني. بس انا خايف على خالي ابو قاسم. شو ابو قاسم؟ انا بعرفك رجال بتفهم وبتعرف مصلحتك. اذا اعطيتنا المعلومات اللي بدنا اياها وحيات عينك ما حدا بيحاكيك كلمه. انا طول عمري بحالي وشغلي ومالي بهاللي بيصير برات الحمام. هاي مرصصة؟ هاي رصاصة ولا لا؟ وين أبو شهاب وأبو حاتم؟ وين أخذوا الضابط المعرفة؟ أبو شهاب ما كان بالحارة. هاي المعلومة بعرفها، أعطوني إياها من قبل. بيت الزهران وينهم؟ أبو حاتم والشباب مو زهران، هدول جدعان وفضايات وعم يدافعوا عن أرضهم وعرضهم وشرفهم. راح بعطيك اياها من الاخر يا فندي، لا تعذب حالك. اذا بعرف شيء ما راح اقول لك اياه. ماشي.